الاخر ما هو ده جزء مهم، مش تقدير بص يا الترابيزه، ابراهيم، بس في الاخر اللي بيحاسب هو المدرب. ما هو ماشي، ما هو انت، ما انت لسه ما لعبتش، ما انت لعبت واتظلمت تحكيميا. طب وانا مين بقى يجيب انا حقي كمدرب، حق النادي؟ طب خلاص، طب حق انا كمدرب، ما انا توقفت كذا مره. انا شايف ناس يعني اقول ايه، بس يعني انا كلمه بتوقف يعني، او بتكلم عن التحكيم بتوقف وبيتخصم مني ومش عارف ايه. انا بصراحه انا عايز حد بقى يخصم مني بعد كده لو اتكلمت اي كلمه. لا بجد، اللي انا اطلع بشوفه، انت دلوقتي اللي هو انا اللي انت بشوفه، عايزه على التحكيم، محدش لا لا محدش محدش والله يدي في لك غلبه. والله في حكام ممتازين، ممتازين كتير جدا على فكره في الدوري المصري بدون ذكر اسماء، لكن مبوظ الدنيا الفار. الفار مبهدل الدنيا، غريبه جدا يا كابتن خالد، مبهدل الدنيا. غريبه جدا. ده المفروض يا راجل، ده ماتش الزمالك، ان الفار الراجل ده رافع الرايه انشاء والفار، للعداله، ده يعني المفروض. يعني هل الرايه بيرفع في ماتش الداخليه، بيرفع الرايه صح، يقوم الفار مرجعه خلاص وحاسبها. انا والله مش عشان زمالك وداخليه، انا بتكلم في نقطه، يقوم مرجع بالغلط وانت قاعد وبتعيدها 100 مره وتشوفها غلط واللي في الملعب يشوفها صح. مين اللي يقول كده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ما هو ده يعني الفار جزء دلوقتي من المنظومه، وجزء مهم طبعا جدا طبعا يا ابراهيم طبعا طبعا لنجاح منظومه التحكيم. يعني في ساعات بيبقى التحكيم يعني بص اهو، ده رشيد متداخل، متداخل في الكوره، وكره ده انا مش انا عايز يعني اقول لك في كوره كمان بتاعتنا، بتاعت بيراميدز اللي جت في ايد احمد سامي، حاجه بصراحه. الفار ينادي للكابتن بسيوني، الكابتن بسيوني يروح الكره في ايده والراجل عامل كده، ما تتحسبش. مش فاهم، انا ما بقتش فاهم حاجه، والله ما بقيت فاهم حاجه.